جاء في الرواية الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فوق كل ذي بر بر، حتى يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر. صدق سيدنا ومولانا رسول الله أبو القاسم محمد. أتقدم بالتعازي والتهاني إلى ولي الله الأعظم سيدنا ومولانا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام والعلماء الأعلام، وإلى أسرة الشهداء عائلة السميع والمشيمع والسنجيس، وإلى شعبنا الوفي والغيور في البحرين، وإليكم وإلى جميع الأحرار في العالم. هذه المناسبة الأليمة والعظيمة في نفس الوقت لم يكن غريبا على آل خليفة أن يقدموا على مثل هذه الخطوة السوداء التي تضاف كخطوة سوداء إلى سجل تاريخهم الأسود، وليس غريبا على شبابنا أبناء الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يتقدموا إلى الميدان وأن يتقدموا إلى الساحات مقدمين أرواحهم، حاملين أرواحهم على أكفهم قربانا لدين الله عز وجل. الملفت في عوائل الشهداء الثلاثة والمميز لهؤلاء الشهداء الثلاثة وضوح التربية الحسينية، حتى إن أم الشهيد المشيمع حينما سئلت وهي في المقبرة وقد جاءت لدفن فلذة كبدها ماذا تقولين؟ قالت: أقول ما قالت سيدتي ومولاتي زينب صلوات الله وسلامه عليها: ما رأيت إلا جميلة. لو استمعنا إلى كلمات الشهيد الأستاذ عباس المشيمع عباس السميع رحمه الله، وقد سجل كلمة صوتية من داخل سجنه، كلمات فولاذية، تجد أن الجبال تزول ولا يزول. هذه الإرادة الفولاذية، هذا الصبر والاستقامة قد استمدها واستمدها شهداؤنا من روح أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي خيره يزيد بن معاوية فقال: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. نعم، هذا هو شعب البحرين، هذا هو شباب البحرين، هذه أمة حسينية. تهددوننا بالموت؟ يحسب آل خليفة وآل نهيان وآل سعود أنهم بإقدامهم على مثل هذه الخطوة الحمقاء أن الشعب سيخاف. نحن أبناء محمد وعلي والحسين، انظروا إلى شبل الحسين علي بن الحسين السجاد حينما هدده يزيد بن معاوية بالقتل، قال: أتهددني بالموت يا ابن الطلقاء؟ أوليس الموت لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ هذا الكل يتمناها، يتسابقون، ولكن لابد من إشارة
إلى نكتة مهمة، وهي أن درجات الشهادة متفاوتة، وأن درجات الشهداء مختلفة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه شهيد، وبقية أصحابه شهداء. درجة الحسين تختلف عن درجة بقية الشهداء. الشهداء درجة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه تختلف عن درجة بقية الأنصار. لذلك تقرأ في زيارة أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، تقول: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. ثم تقول: أشهد أنك مضيت على بصيرة من دينك مقتديا بالصالحين. كل من يسمع كلمات الشهيد السميع تقول: لقد مضى على بصيرة من دينه، مضى إلى الموت. أحيانا يأتي إليك الموت، وأحيانا أنت تتقدم إلى الموت، وما أعظمها من شهادة. في الختام أقول: العبرة بالنتيجة. في الإدارة يقولون: إذا أردت أن تدخل مشروع، أول نقطة تدرسها في المشروع مدى استمرارية المشروع ومدى قابلية المشروع للبقاء. والإنسان العاقل والحكيم إذا مضى في أي خطوة، أول ما ينظر نهاية وعاقبة هذه الخطوة. لذلك ورد في الرواية الشريفة: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. العبرة بالنتيجة. أكثر الظلمة والسفاحين قتلوا، سفكوا الدم الحرام، وكانوا يظنوا أنهم قد انتصروا، ولكن كانت تلك الخطوات هي القشة التي قصمت ظهر البعير. قد يظن آل خليفة وآل سعود وآل نهيان أنهم بهذه الخطوة التي أقدموا عليها بتنفيذ الإعدام بحق شهدائنا الثلاثة قد انتصروا، وقد حالوا دون الشعب، وقد أرعبوا الشعب، وفاتهم أن هذه الخطوة هي أول خطوة قد غرقوا فيها في مستنقع كبير سيعجل إن شاء الله بزوال هذا الحكم الظالم. نسأل الله عز وجل لشهدائنا الرحمة وعلو الدرجات في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا شفاعتهم، وأن يوفقنا للسير على نهج الحسين وعلى نهج شهداء الحسين، وأن يوفقنا لأداء حقهم علينا، فإن العالم والشهيد لهما حق كبير على الأمة. أمة تمتلك علماء واعين، أمة تمتلك شهداء فدائيين، هي أمة منتصرة لا محالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.